بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأعزاء في عيلة تحيا مصر، تحية طيبة لكم. إن شاء الله تعالى بقدم تقرير إزاي على أحد الكمبيوترات بيتم المشاهدات للقنوات. على سبيل المثال إن إحنا ده المنتدى بتاعنا بهذا الشكل. نجيب البداية اهوت على طول مرة واحدة، ده كده الكل الكسبان يوم الأربعاء اهو 15/12. بجيب بقى طبعا بعمل زي ما انتوا شايفين كده، بجيب من الآخر وبعمل الترتيب من الآخر. ونبدأ هنا، باخد القناة قناة، عملت هنا الكومنت زي ما انتوا شايفين بهذا الشكل ليوميات بالجامعة، وهنا عاشق الطبيعة، وهنا ايضا مراكشية. تمام، الكومنتات هنا موجودة، يعني كتبت قبل كده، كتبتها قبل كده. وهجيب مثلا محمد السنبوتي شايفين يمين وفتح متصفح، وهنا ايضا منوعات وحكايات ام مالك اهو يمين وفتح متصفح بهذا الشكل. نيجي اللي بعده ايضا، عندنا مطبخ نجات، مطبخ نجاة يمين متصفح، أغرب القصص ولميس، واخد المشاهدات. أنا بتكلم على اللي هم المشاهدات اللي هي الساعات. بعد كده نيجي نشوف أنا ومين في المطبخ. نيجي نشوف يمين أهو يمين ومتصفح جديد، المطبخ العربي يمين متصفح جديد. بعد كده أيضا معانا مراكشية يمين ومتصفح جديد، أم زياد يمين متصفح جديد، وأحمد رجب يمين ومتصفح جديد، وميديا ستوري أيضا بتأكد من طبعا إن هو واخد ساعات ومشاهدات من هنا من الكومنت الموضوع ده. بعد كده يمين متصفح جديد، بعد كده يوميات روزيتا، يوميات روزيتا ايضا يمين ومتصفح جديد، ام سجى يمين متصفح جديد زي ما انتم شايفين كده اخواتي الاعزاء. نيجي نشوف عملنا كام كده عشان يبقى الكمبيوتر. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طيب نخليهم 15، انا و بناتي في المطبخ، أنا وبناتي في المطبخ. تمام كده فتحنا 15 قناة على الكمبيوتر. هنا ده يومياتي في الجامعة أو بالجامعة، عاشق الطبيعة، ثم مراكشية، ثم هنا محمد سنبوتي، ثم هنا أيضا منوعات وحكايات أم مالك، ثم هنا أيضا مطبخ نجاة، ثم هنا أيضا أنا ومين في المطبخ. بعد كده هنا ايضا المطبخ العربي، المطبخ العربي. شوف الموسيقى هنا اشتغلت بتاع احد الاخوة. وقف الصوت بس علشان الحقوق. طيب بعد كده ايه، وصلنا عند منوعات وحكايات ام مالك. بعد كده كده ما خلصناش، ده لسه فيه. بعد كده انا ومنا في المطبخ، بتاكد ان الصفحات فتحت، المطبخ العربي. بعد كده معانا مراكشيه، معانا ام زياد، معانا ايضا معانا من كمان، يلا معانا احمد رجب، معانا ميديا ستوري، معانا ايضا مين كمان، يوميات روزيتا ابراهيم، معانا ايضا يوميات ام ساجا، معانا ايضا اما يحمل براحته، معانا انا وبناتي في المطبخ. كده خلصنا؟ لا، ده لسه بقى همسك تاني قناة قناة بهذا الشكل، قناة قناة تشغيل الكل بالمنظر اللي شايفينه ده، وكل الفيديوهات، واعلم على العلامة، وبعد كده كتم صوت، وكل الشغل ده، كل الشغل ده، كل الشغل ده اللي انتوا شايفينه ده كده على فيه المشاهدات. بعد كده تمام، وطبعا
بقوم سايب كومنت هنا. تمام تمام نجيب كومنت جاهز. كل ده يا جماعة، كل ده وقت المشاهدة، كل ده وقت المشاهدة، يعني كل ده عشان تعرفوا بس المشاهدات بتتم ازاي. وبعد كده اخد هنا طبعا واعمل له هنا بهذا الشكل. طبعا دي من متصفحات تانية، انا حتى اشتراك او مش اشتراك ده مش مشكلة دلوقتي، ولكن عشان من حساب. بعد كده ده مين؟ ده يومياتي بالجامعة، يومياتي بالجامعة، وتأكدنا تمام التمام. بعد كده اجيب التاني عشق الطبيعة، تشغيل الكل هي موجودة، تشغيل كل الفيديوهات. وبعد كده ايضا لما يحمل نتأكد ان الحلقة التكرارية دي لازم تكون منورة معانا، واسيب له كومنت هنا ايضا واقول له التعليق اهو. تمام، واروح للتاني ايضا ونجيب ايضا هنا تشغيل الكل المراكشية، تشغيل الكل المراكشية بهذا الشكل، والحلقة التكرارية وكومنت. طبعا انا بسرع شوية في علشان التصوير، بس عشان التصوير. بعد كده ادعي الكومنت، وبعد كده تعليق، وبعد كده اجيب التاني محمد سنبوتي، وبعد كده الفيديوهات، وبعد كده نقول له فينا تشغيل الكل اهي، كل الفيديوهات بتاع محمد سنبوتي. وبعد كده يظهر بهذا الشكل، والحلقة التكرارية أيضا نفس الكلام شايفين بكل قناة. وبعد كده الكومنت ده يروح لتحت الفيديو بهذا الشكل، وهنا التعليق والقناة اللي بعديها هنا منوعات وحكايات أم مالك. شايفين يا جماعة ده اللي بيتم، ده اللي بيتم في المشاهدة عشان تبقوا عارفين المشاهدات ازاي بتتم ازاي. وبعد كده تشغيل الكل نوعات ام مالك. تمام، طيب اما يفتح نكون ايضا عملنا الحلقة التكرارية، الحلقة التكرارية والكومنت اللي هو بداية المشاهدة عشان تشوف الكومنت. اول ما الكومنت يوصلك ايه اللي يكون بيتم في قناتك بهذا الشكل. ماشي، تمام. بعد كده القناة اللي بعدها مطبخ نجاة، مطبخ نجاة هنا تشغيل الكل أيضا، وهنا الحلقة التكرارية، وهنا أيضا نعمل إيه كمان، نحط الكومنت. يعني زي ما أنتم شايفين كده لكل قناة يا جماعة، شايفين كده لكل قناة بيتم اختيارها بهذا الشكل. دي مشاهدات حقيقية من كمبيوتر، ماشي بهذا الشكل. فالفيديو بتاعك بيشاف، يعني بيشاف الفيديو الأول يخلص يروح على التاني يروح على التالت وهكذا. بعد كده نشوف اللي بعدها، أنا ومنا في المطبخ، نيجي نشوف تشغيل الكل، تشغيل الكل تحت هنا أهي. بعد كده أيضا نيجي نشوف أنا ومنا في المطبخ، الحلقة التكرارية ثم الكومنت. طبعا انا بسرع شوية علشان التصوير ما يطولش مني. تمام، وكل ده برضو بعمل كتم بالصوت، يعني خلي بالكم عشان الصوت بس ما يعملش تضارب في الاصوات. وبعد كده ايضا هنا ادى الكومنت بهذا الشكل كده لغاية ما اخلص كل اللي انتوا شايفينه دول، كل اللي انتوا شايفينه دول يخلص. طيب اوقف التصوير شوية عشان الفيديو ما يطولش. كده يا اخواتي الاعزاء احنا ماشيين اهو زي ما انتم شايفين، ثم القناه اللي عليها الدور، انا ومنا في المطبخ. بعد كده بنجيب ايضا نفس الشغل ده بيتعمل لكل قناه، المطبخ العربي زي ما احنا شايفين، والكومنت من الساب تحت ايضا، والحلقه التكراريه. بعد كده ده الكومنت مراكشيه، هيت مراكشيه في ايطاليا، والحلقه التكراريه، وطبعا هنا كتم الصوت طبعا. بعد كده هنا ايضا لكل كله، يعني احنا فاقدين هنا 15 قناه، وكومنت تحت اهو ام زياد بالشكل ده. بعد كده
طبعا هنا الحلقة التكرارية لازم تكون موجودة، الحلقة التكرارية دي الحلقة التكرارية. خلص الفيديو ده يجي على التاني، يروح على التالت الرابع الخامس وهكذا، وبعد كده نيجي نشوف أحمد رجب معانا في الكومنت تحت أهو، الحلقة التكرارية أحمد رجب معانا أيضا من ده. ميديا ستوري، ميديا ستوري تمام اهو، تمام ميديا ستوري والحلقة التكرارية شغالة، وطبعا ديناميكا الصوت علشان ما يحقش ده، لأن لو كل قناة لها صوت يعني مش هنعرف نقعد من الأصوات. طيب وهنا برضو روزيتا اهو إبراهيم، روزيتا إبراهيم الحلقة التكرارية شغالة، وأيضا معانا هنا يوميات أم ساجة، يوميات أم ساجة بالشكل اللي احنا شايفينه، الحلقة التكرارية شغالة والكومنت موجود. وأيضا هنا من ده الآخر أنا وبيه، أنا وبناتي في المطبخ، أنا وبناتي في المطبخ تمام، أنا وبناتي في المطبخ تمام، والكومنت موجود. ده مجرد عينة على أحد الكمبيوترات، يعني قدامنا دولت هنا 15 15 15 15، يعني زي ما انتم شايفين اخواتي الاعزاء كل ده علشان نحاول نقدم العون والمساعده لاخواتنا. رجاء رجاء عيلة تحيا مصر، عيلة تحيا مصر رجاء، الرابط ينزل كلنا نتفاعل عليه وكلنا نعتبر ان الرابط اللي نازل ده هو بتاعنا. لو سمحتم لو سمحتم حاولوا تساعدوا بعض، حاولوا تساعدوا بعض بالله عليكم، الاشراف بيتعب، ووجه الشكر للاشراف، كل الشكر للاشراف لانه بيتعب معانا جدا جدا جدا. وبالله عليكم هو مش مطلوب منك لا تعمل لايك ولا اي حاجة، رافع منتديات علشان يجيلك ناس جديدة، وده كان مجرد عرض بمجموعة 15 قناة بيتم مشاهدتهم كتقرير، تقرير بس مش اكتر. ورجاء التفاعل وتفاعلوا مع بعض، تحبوا بعض، لو حد راح له اشعار روح شوف الاشعار بيقول ايه لو سمحتم، عشان شعارنا اصلا في عيلة تحيا مصر الكل من اجل الفرد والفرد من اجل الكل. تحياتي لكم وشكرا لكل اللي بيساعد في الخير، شكرا للاشراف كلا باسمه، شكرا لكل اللي بيقدم يد المساعده لاخواته ويساعدهم ان شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش ان اللايف بتاعنا عن التحية مصر بيكون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.